مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا، رمضان كريم. ضيفتنا لليوم الدكتورة خديجة سبع، أخصائية طب الأطفال. أسئلتنا لها اليوم في برنامج صحة رمضانية هي: شنو ممكن تقولي لنا على الوليدات اللي غيصوموا أول مرة؟ السلام عليكم، معكم الدكتورة خديجة سبع. دونك اليوم نهضروا على الوليدات اللي غادي يصوموا اول مره، ماشي غيصوموا اول مره. نتمنى على الله ان الوالدين يكونوا دربوهم على الصيام من قبل تدريجيا بشويه بشويه، ويكونوا، لان ما يمكنش حتى غادي حق الصيام على الطفل عاد نقول ليه صوم النهار كله، غادي تجي شويه صعيبه. الو الدري اللي كيصوم اول مره خاصو حنا نكونوا معلمينه، هو نقريوه، لان يقدر يكون صام في واحد الوقت اللي هو راه في الدراسه ولا راه في القسم. دونك دائما نخلي ليه بعدا نعطيه شي حاجه معاه يديها معاه، ونقول ليه في حاله ما اذا حسيتي براسك ماشي مزيان، حسيتي براسك بديتي تسخف، ما فيها باس، ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما غاديش نبقاو نبزوا عليه حتى الدري يمشي فوق الطاقه ديالو، غادي ينزل ليه السكري في الدم ولا يسخف ولا ما يقدرش. ديك الساعه غادي نعلمو، كنا معاه في الدار حنا غادي نحضيو الحركات ديالو، نحضيو نشوفوه كيفاش كيتحرك كيفاش كيدير، في ادنى عارض من هاد العوارض اللي قلنا نحاولوا نعطيوه باش يفطر. ولكنني ما يمنعش اننا نشجعوه وما نخليوش انه يتعلم فاسيلمون انه راه صايي ما قدرش غادي نفطر، لا، خاصني نربيه ويكون هو مقتنع باللي الصيام راه ركن من اركان الاسلام، وخاصنا نتبعوه ويكون هو هادشي كله عارفه، ويكون هو اصلا مقتنع باللي راه غادي يصوم، باش ماشي غير يحس اي حاجه يمشي يفطر. خاصو يكون التربيه الروحانيه ديالو يكون هو مقتنع، وفي نفس الوقت يكون مربي على الاعراض اللي خاصها خطيره على الصحه ديالو، وهو اللي غادي يتفاداها، وحنا ملي كان معنا في الدار حنا غادي نحاولوا نتفاداوها ان شاء الله. بالنسبه لك دكتوره، شكون هما الوليدات اللي ما يمكنش لهم يصوموا رمضان؟ الوليدات اللي ما يمكنش لهم يصوموا رمضان غادي يكونوا ديجا عندهم الطبيب ديالهم اللي خاص بهم، اللي متبعهم على شي مرض مزمن، دونك هو اللي غادي يعطيهم نصائح اكثر من اللي غنعطيو حنا اليوم. بحال دابا كاين الامراض المزمنه بحال الربو، بحال القصر الكلوي، بحال الاورام، بحال السرطانات. هاد الوليدات هادو خاصهم يشوفوا مع الطبيب ديالهم اللي عنده السكر ولا هذا، يشوف مع الطبيب ديالو وراه غادي يعطيهم النصائح. وفي الاول الا كان شي عارض الانسان ما يقدرش يمشي يشوف الطبيب، من الاحسن في الاول ما غاديش نعطي الدريسوم حتى نشوف تنستاشر مع الطبيب ديالو. كانت هذه هي النصائح ديالنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم على خير.